هذه المرحلة طبعاً صادفت انطلاقة مسابقة أفلام من الإمارات في المجمع الثقافي. هذه المرحلة لها فضل كبير علي أنا شخصياً، شاركت فيها في 6 أفلام قصيرة على مدى سنوات عديدة، منها الروائي القصير ومنها التسجيلي. تعرفنا فيها على مخرجين كثر لا زالوا موجودين في هذا المجال سواء في الإمارات أو في الخليج. فيما بعد هي مرحلة انطلاقة في السوق، الحمد لله أسس شركة الخيمة. أنا قلت لازم يعني نكمل من وين ما بدينا، وين ما بدأ عندنا هذا الشغف في عالم التصوير وعالم الكتابة وعالم الإخراج. ومن أعمالي في هذه الشركة هو تعاوننا جدا سعيد في مع شركة إيميجينيشن أبوظبي، وهو فيلم كات سويه رسوم متحركة عن قطط صعبة يبحثون عن منزل يعيشون فيه في مدينة أبوظبي، وسيبصر النور قريبا هذا العمل الفني الفريد من نوعه.